لطالما عودتنا العتبات المقدسة في الأرهاب. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. العتبة العباسية عملت على جنبتين، جنبة وقائية وجنبة علاجية. فيما يتعلق بالوقاية زخت إلى السوق المحلية منتجات شركة الجود في المعقمات والمطهرات. الجنبة العلاجية الحقيقة بنت مجموعة رتهات ملحقة بمستشفيات، هذه الرتهات استطاعت أن تنتشل بها كثير من المرضى وأن تحافظ على حياتهم. هنا شعبة العلاقات الجامعية استكمالا لتلك الرؤية، هنا ترجمة لما عملته العتبة العباسية المقدسة وغيرها في محاولة الحفاظ على الحياة. شعبة العلاقات استنطقت مجموعة من أثهان طلابنا الأعزاء في المراحل الثانوية في التعبير عن هذه الرؤية، فعبروا بهذه اللوحات بأناملهم الغضة ورؤاهم الثرية، رسموا لنا لوحات بث الأمل وزرع الحياة مجدداً في الإنسان العراقي. وها نحن اليوم تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلة بقسم العلاقات العامة وحدة النشاطات المدرسية، وبالتعاون مع وزارة التربية مديرية النشاط المدرسي في وكذلك مديريات التربية في العراق ومؤسسة النجف الخيرية، مسابقة لوحة الحياة الفنية لطلبة المدارس العراقية. وهذه المسابقة حقيقة استمرت على العمل عليها على مدار شهرين، انطلقت يوم 21/10 وانتهت يوم 21/11/2020، وها نحن اليوم في المرحلة الثانية ألا هي إعلان الفائزين في هذه المسابقة من خلال حفل لإعلان الفائزين والمتميزين التي تم ترشيحهم من قبل لجنة متخصصة علمية في ترشيح العشرة الأوائل، وسوف يتم تكريم العشرة الأوائل من خلال استضافتهم في العتبة العباسية المقدسة.